وأما سب باقي الصحابة رضي الله عنهم ففيه تفصيل، إذا كان يسبهم لأن يتهمهم بالكذب أو الخيانة أو الجبن أو أمثال ذلك فإنه يؤدب، يؤدبه ولي الأمر بما يرى أنه يعني تأدب، يجلده، يسجنه وما شابه ذلك من الأمور، يؤدبه ولي الأمر. وأما إذا اتهمهم بالزنا فهذا قذف يجلد فيه 80 جلدة. وأما إذا اتهمهم في دينهم وكفرهم فهذا يكفر، خاصة إذا كفرهم عامة، قال الصحابة كفار، فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. هل الأفضل كثرة العمل أم الإتقان؟ لا، الأصل الإتقان. الكيف أهم من الكم، الكيف أهم من الكم، وإتقان العمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، وأحب العمل الله ما دام وإن قل. فالمهم الإتقان والدوام، هذا هو الأفضل.